تدرك واشنطن دون الشك عمق الأزمة الاقتصادية في لبنان، لا بل هي قد نبهت إليها وإلى ضرورة الإصلاح في مراحل سابقة، ولكن واشنطن تعتبر بالإجماع تعتبر بأن إن لم يكن السبب الأول للأزمة فالسبب الممكن للأزمة، لا بل السبب المباشر للأزمة، هو تطفل إيران في لبنان من خلال حزب الله. أي بعبارة أخرى، الولايات المتحدة لا تريد أن تستسلم للأسلوب الإيراني المعتمد بوضع لبنان رهينة كي تتمكن إيران من الاحتفاظ بهذا الموقع المتقدم، وبالتالي هي تشترط، الشرط الأمريكي هو كي تساهم الولايات المتحدة بدعم لبنان اقتصاديا سواء بشكل مباشر أو من خلال المحافل الدولية، فإنها تشترط بأن تكون الحكومة القائمة في لبنان متميزة عن حزب الله، وهذا ما ليس قائما اليوم. طيب دكتور حسن.